جيت تاع مطمر ولا تاع مطمر شنو الناس كاين برشا مطمر وفيها شريو بالثقه مطمر ثقه باذن الله بارك الله فيك ها يا ربي يعاونك يا رحم والديك التقليديه هذه ولاو ليها ولاو ليها في الاول نقطعت شويه ومن بعد ولاو ليها بالبديل هذا ولاو ليه من الزعتر من الحلبه من كلش الريحان الفيجل ولا يقصدوه والناس حوس عليه واحد الكونفيونس برك الكونفيونس برك وحاجه طبيعيه صحيحه برك ما يحوسوش الانسان في بلاط ويكذب ويقول لك نجيب لك وما يجيب لك شو وما يجيب لك حاجه وهي مخدوعه مدغوله ونخدموها الحمد لله بالصحاب والحلال عندنا فيها المشتريه الحمد لله يشريو ويوليو نديو من هاد عاوين خير رضي الله حسن الوالدين يحبونا بالكبير بالصغير اما نخدعوا واحد ما نقيسوا واحد الشباب بطال يخدم بخمسين الف وما يجاتش يخدم بالحلال وما يجاتش يدي خارجة خمسين الف دعوة معها بخير دعوة معها طيبة ويروح يروح خير له وكي يخدم مخدرات وكي يتبع عورة الناس الله يسرنا وكي يقيل والقال ويجمع في القهاوي ويقيس هذا ويضي هذا وهذا يروح ساعة خمسين ساعة مية ساعة مية هكذاك احنا نخدمه ما كان ولا ما كان دخلوا لا في الملاير لا في ولا ساعة نجيبوا مية ساعة ميتين ساعة خمسين ساعة عشرين وصلاة النبي يروح ديارنا هانيين طيبين واحد ما يهضر فينا بالشر والحمد لله يحط التوالي هنا سوا السوق برك كاين وما كانش ما يتخلاش على السوق كل خميس راه يجي يحط التوالي هنايا ويخدم ما شاء الله انسان محترم يقصدوه الناس معروف كان معروف باباه وهو باه تعرف باباه ثاني باباه يخدم التوابين منذ زمن والناس الكامل يعرفوه والحمد لله ما احنا نتعاملوا مع احنا لاباس به انسان عنده اخلاق متربي يتعامل مع الناس اللي عنده يدي اللي ما عندوش يدي وندور ونجي نسير ولا عنده نقعدوا معاه شيخوا معاه شويه كيو معاه يبيع الاعشاب هذو الحوايج نافعين ان شاء الله حاجه مليحه وناس مليح نشتيو نقعدوا معاه شيخوا معاه شويه ندو لهم ندور شويه في الصوت الشيخ عبد الجليل هاو هنا معنا هنايا حاج يبيع العسل الزيت يبيع الفريك يبيع حوايج العشب يبيع زعتر يبيع حوايج هكا نافعين للانسان ينفعوا الانسان وحوايج الله يباركه